حياك الله يا دكتور أحمد. أنا أبشرك، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني استفدت استفادة جذرية، يعني الحمد لله ما عاد أحس بشيء من أعراض الألم أبدا من 5 جلسات. أنا سويت الجلسة 5 الأسبوع الماضي، والجلسة 6 بسويها إن شاء الله بكرة. وضعي الحمد لله لا تنمل، يعني جاني ألم في أصابع في أصابع يدي اليمنى، خاصة الإبهام في العظم، أحس إنه في العظم وفي المفاصل الأسبوع الماضي بعد الجلسة الرابعة، وبعد الجلسة 5 انقطع هذا الأمر الحمد لله. هذا آخر أعراض مرت علي. أقرأ الآن ولله الحمد، وأتحرك وأسجد في الصلاة، وأنوم على المخدة، وأنوم على جنبي الأيمن. من أول ما كنت أقدر أنوم على جنبي الأيمن لأن يدي اليمنى كانت تؤلمني. الآن الحمد لله، الحمد لله والشكر لله والثناء والفضل والمنة، وأن جزاك الله عنا خير الجزاء. ارحم الله والديك، وأصلح الله لك النية والذرية والزوجة، ووفقك لما يحب ويرضى، وعصمك من طريق الغواية، وكفاك شر كل ذي شر من أهل الأرض وأهل باطن الأرض من الإنس والجن. الله يجزاك عنا خير يا دكتور أحمد، ويوفقك ويصلح قلبك، ويجعلك هادي مهدي، ويغفر ذنبك، ويصلح حالك، ويصلح لك الذرية والنية، ويجعلك من عباد الله المتقين. أحسنت فيني أنا يا أخوك، أحسنت فيني إحسانا عظيم لا يجازيك عليه إلا رب العالمين. وأنا والله دليت ناس كثير في الرياض وفي الخرج، والله يوفقك ويجزاك خير ويبارك لك فيما أعطاك من ذرية ومال وعلم. وفي أمان الله، جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يعلم سبحانه وتعالى شنو الدعاء لك، الله يعلم. وأنا أقولها لولا الله ثم أبو الأمين لما قمت أمشي، يعلمها ربي. ويوميا الله يوفقك وين ما رحت وين ما مشيت، ويسهل لك أمرك، وجزاك الله عنا ألف خير جزاء. كفاية خليتني أقدر أمشي، كفاية خليتني أقدر أنام بالليل. أول والله العظيم ما أنام الليل، والله الآن أنام. أول لا قلت أنقلب شمال يمين أقعد أصرخ، الحين لا أنقلب، لا هذا كله أنا ما أنسى طيبك ومعروفك، ما أنسى لين أموت. هذه نقطة. إن شاء الله أنا مستمر معاك، حتى لو أكون 100% أمشي أروح أي، أقسم بآيات الله لو تطلب عيوني لأبعثها لك. هذا شيء ما أنساه. أنا ما لنا شغل بالعمل، وما لنا شغل بالقرب القربة، وما لنا شغل بالعشبة، وما لنا، لا هذا شيء أخوي. أنت يا أخي رجل دخلت قلبي، الله يعلم، الله يعلم شنو معزتك، الله يعلم شتكلم عنك، الله يعلم. كل يجيني أقول الله ثم الشخص هذا ولا أنا كان بخبر كان، والله العظيم. حتى آخر مرة راجعت عشان أخذ هذا الدواء اللي هو 120، قلت ليش أنا أشتري؟ أنا عندي ملف بالصحة وأقدر أخذه مجاني. فراجعت الدكتور فيقول لي ما شاء الله عليك اليوم جاني بدون ونشين. قلت الحمد لله. تقول شو عملت؟ قلت ولا شيء. تقول لا ما يصير، في شيء أنت عامله. قلت والله أنا عالجت عند شخص كذا كذا كذا. ضحك. يقول أنت وين حصلت عليك؟ حصلت عليه. شو رأيك فيه؟ أقول له تقول ما أقدر أتكلم، العشبة هاي أنا ما أقدر أتكلم عنها، لو بتكلم عنها يشوني ثاني يوم. السلام عليك أبو أيمن. الصراحة اللي فات ما كلمتك، الصراحة هم وايد تتحسنت الحمد لله بفضل ربي العالمين وفضلك إن شاء الله. و يعني شغل لك الألم وايد خف، يعني حتى ممكن خفيف، يعني هب وايد 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 الحمد لله الحمد لله أنه خف، فالحمد لله يعني. بس بعدني مستمرة،
لأنه فيه خفيف يعني ما ينضرع أقول لك الألم يعني، بس الحمد لله تمت أنام عدل. قبل كنت أنام كنت أنام يعني ما أقوم أنام، ما أقوم أحس إني تعبانة، تعرف من كتوفي وهذا، بس الحمد لله للأحسن أحس، وإن شاء الله بستمر وبعدني مستمرة على نفس كلامك العلاج، وإن شاء الله خير. بس بسألك يعني إذا خلصت وخف الألم أحسن أصور أشوف شو الديسك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة تحضير عشبة القبار لعلاج خشونة واحتكاك الركب. مثل ما أنتم ملاحظين، نأتي بقطعة قماش تأتي عادة مع المنتج، يتم إضافة 4 ملاعق بالطريقة التي أنتم شايفينها أمامكم الآن، وثم يتم ثني قطعة القماش بهذه الطريقة كما تلاحظون في الفيديو المرفق. نضع لكل ركبة قطعة قماش واحدة تحتوي على 4 ملاعق من القبار، وتوضع على الركبة بالطريقة هذه لمدة 15 دقيقة خلال الجلسة الأولى. ويجب أن نلاحظ هنا أنها تحتوي على حرارة عالية جدا، فيجب الانتباه والحذر، وتغطى بالطريقة هذه. يفصل بين كل جلسة والأخرى 8 أيام. أما بالنسبة لعلاج ديسك الظهر وديسك الرقبة، نبتدأ بحول الله بديسك الظهر. كما أنتم تلاحظوا الآن، يتم وضع 4 ملاعق كبيرة على قطعة القماش، ويمكن أن تكون 5 ملاعق، لكن هي في العادة 4 ملاعق كافية إن شاء الله. ترقق على قطعة القماش، نضعها بالطريقة التي ترونها أمامكم على هذا الفيديو، ومن ثم نقوم نحتاج إلى قطعتين. القطعة الأولى تجهز بهذه الطريقة وتلف بهذه الطريقة، ومن ثم بتحضير قطعة أخرى كما ستلاحظون في هذا الفيديو، وسنريكم بإذن الله كيف ستوضع على منطقة الظهر للفقرات القطنية والفقرة العجزية. نأتي بقطعة قماش أخرى، وبالعادة هي تأتي مع المنتج إن شاء الله، قطع القماش متوفرة مع المنتج. نقوم بوضع 4 ملاعق كبيرة وترقق على قطعة القماش، ومن ثم تلف على قطعة القماش مثل ما أنتم تلاحظون بالطريقة هذه. وهذه تختص في علاج الانزلاق الغضروفي وديسك الظهر في الفقرات القطنية من L1 إلى L5، وأيضا L5S1، الفقرة القطنية الخامسة والعجزية الأولى. وتوضع بالطريقة التي أمامكم بالشرح على الفيديو، توضع الطريقة بشكل حرف T باللغة الإنجليزية، وأيضا يمكن الاستعاضة ويمكن الاستغناء عن قطعة القماش السفلية. نضع فقط قطعة قماش واحدة على العمود الفقري فقط، لكن لضمان النتائج نوصي بهذه الطريقة. ويمكن أيضا أن نضع قطعة قماش واحدة فقط الجلسة الأولى لمدة 15 دقيقة، وباقي الجلسات 10 دقائق لكل جلسة، بين كل جلسة والأخرى أسبوع إن شاء الله. في العادة المريض يحتاج من 4 إلى 6 جلسات، لكن نقول أن المنتج يكفي لاستخدام 4 جلسات متكاملة إن شاء الله، تأتي بنتائج ممتازة جدا في علاج ديسك الظهر وديسك الرقبة وأيضا آلام الركب. المنتج متوفر، وهذه الأرقام ستظهر لديكم لطلب المنتج على واتساب موجود من عمان الأردن، سيظهر الآن لديكم لطلب المنتج، وإن شاء الله مستعدين للإيصال في معظم الدول إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عالم زي الاخطبوط. هذا عالم يا اخطبوط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نتابع معكم الآن آلية تجهيز عشبة القبار لعلاج ديسك الرقبة وآلام الظهر والأكتاف
والعرق الوثاب أو كما يعرف بالأبهر. أولا نأتي كما أنتم ملاحظون بقطعة قماش تأتي عادة مع المنتج، ونضيف إليها 4 ملاعق كبيرة من عشبة القبار الطازجة، وترقق كما هو موجود في هذا الفيديو، ومن ثم نقوم بلف القبار داخل قطعة القماش القطنية التي تأتي مع المنتج بهذا الشكل. هذه المرحلة الأولى لعلاج ديسك الرقبة، ومن ثم نأتي بقطعة أخرى ونضع بها 3 ملاعق فقط، هذه تختص بالكتف الأيمن. إذن هذه تختص بالكتف الأيمن، ترقق بهذا الشكل وتثنى وتطوى داخل قطعة القماش القطنية، وكما قلنا هذه تختص بالكتف الأيمن. القطعة الثالثة كما سترون في هذا الفيديو أيضا تختص بالكتف الأيسر، تختص بالكتف الأيسر. نأتي بقطعة قماش ونضع بها 3 ملاعق، وترقق وتوضع داخل قطعة القماش التي تأتي مع المنتج، ومن ثم تلف كما هو واضح في هذا الفيديو لتوضع على الكتف الأيسر. المعلوم أننا عند ديسك الرقبة يكون هناك في العادة ألم إما في الرقبة أو في أحد الأكتاف، فأنا أفضل أن نضع قطعة واحدة على الرقبة مثل ما أنتم ترون من منبت الشعر، من آخر منبت الشعر إلى الأسفل، ونضع قطعة فقط واحدة على الكتف الذي به الألم، ويمكن أن نضع قطعتين على الأكتاف اليمين واليسار، لكن نأخذ الكتف الذي به ألم ونضع قطعة واحدة فقط، أو ممكن أن نتبع مثل هذا الفيديو ونضع قطعتين. أيضا يمكن أن نستخدمها لعلاج العرق الأبهر أو العرق الوثاب كما يقال له، بأن نضع قطعة واحدة على الكتف الذي به الألم تحت لوح الكتف إما الأيمن أو الأيسر، مفيدة جدا إن شاء الله لعلاج ديسك الرقبة وآلام الأكتاف والعرق الوثاب أو كما يسمى الأبهر. نتمنى لكم السلامة والشفاء. سيظهر الآن أمامكم رقم التواصل لطلب المنتج على الواتساب. دمتم بسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.